على كتف هذا الجبل عالم يختلف عن عالمنا. أناس يعيشون هنا يشبهوننا في الشكل، لكن منطقهم غير منطقنا، يسمونهم مجانين. فمن هؤلاء فعلاً؟ مين؟ بني إدمين. بسوء الحظ عندهم أمراض نفسية، بالتحديد أمراض ذهنية، والمجتمع، الحياة بالمجتمع برا عم بتكون حياة بتعملهم اضطراب كتير قوي، لأنه حياة ضاغطة. لما يجي بيكون بحالة إجمالاً عدوانية جداً، ناكل كم كف يعني أنا والمرضين، شوية تكسير. اللي بيصير بين المرضى مثل اثنين إخوة قاعدين بالبيت، أخذت لي هالغرض، ما أخذت لي هالغرض، نمت لي على تختي، أخذت لي مخدة. مش عدوانيين المرضى هون، لأنه أسلوبنا معهم مش أسلوب عدواني. علاقتنا معهم جيدة جداً، جيدة جداً. يمكن لأنه عائلة، بيعتبروا عائلة عم تهتم فيهم، بحسوا بنوع من الأمان. مش إذا انتبهت الغرف مش مؤسسة، منهم بيض، منهم غرف. أنا يعني عم نجرب نحط السجاد والألوان، الواحد حس حاله بالبيت، مش قاعد بمستشفى مع شرشف أبيض ومخدة بيضة. مرضى بيتابعوا وضع البلد كيف لكان، وعندهم آراء سياسية، وأوقات عندهم حلول، إذا كان بيطرحوا لك إياها بيحلوا لك مشاكل الشرق الأوسط لو بس بيسمعوا لهم برا. حب الحرية، حب السلام الدولي، حب يطبعوا مصاري يوزعوا للمحتاجين، حب كل شيء يكون حلو. بوجه تحية للجيش اللبناني، وبوجه تحية لحزب الله، بوجه تحية للمقاومة. القرار الظني بالمحكمة بيبعد فيه مشكلة النوم، وإن شاء الله ما حيصير شيء إلا كل خير، وبتمنى من الله إن شاء الله يعم السلام بلبنان، وعم مع وطني لبنان السلام والمحبة والإنسانية. يعني يصير في حقوق إنسانية أكثر من الواقع اللي نحن عايشين فيه، ما بس هون بالمستشفى. هلا أنت جاي تصورنا سيجارة ما حطيتني معك. كم سنة لما ظهروا قالوا حرية سيدي استقلال، نحن كمان بدنا نقول حرية سيدي استقلال. نحن هدفنا يعني نكون متجمعين مع بعض، مثل ما مكتوب هذا الشعار، إيدي بإيدك منكمل بعض. في المركز مرضى استقر وضعهم الصحي، لكن عائلاتهم تخلت عنهم. شيرين واحدة من هذه الحالات، أدخلتها عائلتها قبل أكثر من سنة. استقر وضعها اليوم، لكن والدتها ترفض استعادتها. بتمنى لهم أن يجوا ياخذونه، إن شاء الله إلى العيد عيد معه، لأنه هذاك العيد إجا وراح وما سلموا علي ولا إجا لعندي. بدي أخلص من حياتي، مش هو بدي أعيش. إنسان من توالد لأهل ويتصل ولا حدا يتصل عليك، بده يعيش بحنان وحرية، محبوس هون. معقولة في أم يعني بتكره بنتك هالقد؟ أنا ما بكرهها، صارت سنة وثلاث شهور ما عم بكرهها. كل ما يدق التليفون بقول يا رب يكون لأني، يا رب حدا يتلفني، يا رب يتلفنوني هن، ما بوقع عليه. مرحبا، كيفك خيي؟ مشتاق كثير، ما بعرف كيف بدي تجي لعندي تشوفني، مشتاق لك كثير. صار لي فترة طويلة مش شايفك، حابب شوفك عمول معروف، إذا بتريد تجي لعندي. في عندي مريض بضل يروح على إسرائيل، بينزل بالجريدة رايح جاي رايح جاي على إسرائيل. لما يلبس صباطه الأسود نعرفه إنه مسيو ياسين ناوي على الخير. بقول له شلح الصباط أو يشلحه. جربنا نجيب ناس يحكوا معه يقولوا له أنت مساعد ووظيفتك هون ووظيفتك تراقب هون، ما ركبت براسه. إجا لعندي لهون قال لي أنا ما هربت. قلت له شو؟ قلت له ما الباب مفتوح. قال لي إيه نسيت. قلت له نسيت شو؟ نسيت أهرب. قلت له طيب مش رح أطلع شو. بتصير نهفات مش لا، يمكن بتضحكك بلحظه بس بعد شوي بتكون اكيد متضايق كرمال. المريض اللي عندنا صادق اكثر، صادق اكثر وعفوي اكثر، ومن جوا عنده طهاره وانسانيه اكثر، لانه هاي اللوفكه والخداع والكذب والغش اللي عم نشوفه برا نحن هون ما بنشوفه. كلمه مضبوطه، هني صاروا منسيين عند اهاليهم. يقال انهم مجانين، لكن لم يحدث ان قتل احدهم الاخر، فهل يقتضي بهم أولئك الموجودون خارج حدود المشفى وداخل الوطن؟